للوقوف على اخر المستجدات في الحراك الشعبي في العراق يحضروا معنا في استوديو العراق اليوم دكتور فالح خطاب الكاتب والباحث السياسي اهلا بكم دكتور مرحبا بكم. دكتور كيف تقرؤون الخطاب الاخير لبرهم صالح وهو الخطاب الثاني خلال شهر منذ انطلاق الانتفاضه بسم الله الرحمن الرحيم يعني ليته سكت يعني يعني من كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيرا او ليصمت يعني المشكله حقيقه يعني هناك مشكله بطء اصحاب القرار طبعا هم ليسوا اصحاب قرار يعني اتحفظ على هذه لكن دائما معلوم انه بطء اصحاب القرار في اتخاذ ما يلزم وفي فهم ما يجري حولهم يساهم في تعقيد الامور، هؤلاء لا يفهمون هؤلاء لا يفهمون بدليل أنه عندما تكلم لم يأتي بشيء جديد إنما هو ساهم في وضع الزيت على النار كما يقال يعني آه يعني هو يريد ان يستبدل عادل عبد المهدي عن طريق الكتل البرلمانيه التي خرج الثوار من اجل ازاحتهم هؤلاء هم راس الفساد ويعني أسس الفساد آه الامر الاخر يتكلم عن اشياء يعني هو يعيش في وادي اخر حقيقه يعيش في عالم اخر هو يعني لي يعني ليكلف نفسه ولياتي الى ساحه التحرير ولينظر اذا كان لم يكن ينظر في التلفزيون لم يكن ينظر في الـ في, الـ في الاعلام إذا لم يعلم لحد الان ما هي الشعارات على الاقل لينظر ياتي يرسل مخبرين يخبروه هؤلاء يعيشون في غيبوبه في وهم هؤلاء اما انهم بعيدين عن الواقع يعني ليس لهم اتصال بالواقع او ليس بيدهم الامر ينتظرون اوامر وتبليغات من احد وهذا ما ارجحه لانه ال ال الافتراض انه القضيه في عادل في عادل عبد المهدي يعني المشكله في تكليف رؤساء الكتل البرلمانيه اختيار واحد اخر ونحن نتكلم عن تدوير يعني عمليه تدوير النفايات زين ثم يتكلم عن حصر السلاح بيد الدوله طبعا لا توجد دوله كما كما يعلم الجميع لكن مع ذلك لو افترضنا جدلا هو يقول اه واخراج و و السلاح من العصابات المنفلتة او الخارجين المنفلتين طبعا هذا لا يوجد لا يوجد لانه اه لو سألت اي متظاهر سيقول لك أنه الميليشيات والحشد هم المقصودين بمن يحملون السلاح لا يوجد عندنا شيء اسمه يعني متفلتين أو كذا الحشد سجل رسميا على أنه تابع لمجلس الوزراء وبالتالي العملية كلها عملية ضحك على الذقون أو يعني غائبين عن الواقع أو شراء وقت، شراء وقت ربما لغرض أنه يعملون شيء معين في الأيام القادمة. في هذا السياق الحديث عن استعداد عادل عبد المهدي للاستقالة، شرط توفر البديل، إلى أي مدى يعكس هذا الشرط الذي تحدث عنه أن الأمر خارج عن سيطرتهم والأمر بيد دولة ينتمون اليها وهي من تصنع القرار بالحديث عن من يصنع القرار في العراق. يعني بالتاكيد هو هذا اللي انا ارجحه انه هؤلاء اما مغيبين عن الواقع واما انهم لا يملكون من الامر شيء، لانه حتى هناك تسريبات تقول ان عادل عبد المهدي اراد ان يستقيل منذ ايام الاولى للثوره ولكن الاحزاب الحاكمه حذرته ومنعته من هذا التصرف. <applause> يعني لانه لكن المشكله وين؟ برهم صالح يتحدث عن فراغ دستوري وكاننا نعيش الان في مرحله حقبه دستوريه عظيمه، كل ما يجري الان هو ليس له علاقه بالدستور باي دستور سواء هذا الدستور المعيب او اي دستور اخر، وبالتالي قضيه انه الاتفاق على بديل هم يريدون ان يهيئون ايران يعني هناك طبخه ايرانيه معدل العراق متى ما تجهز هذه الطبخه سيكون عادل عبد المهدي خارج المعادله تماما حديث ايضا عن أن حصر السلاح بيد الدوله الى اي مدى يعتبر ايضا اعتراف بانهم لا يسيطرون على الوضع الامني في البلاد او انه استخدام لهذا السلاح بشكل مقنن ضد المتظاهرين يعني انا انا يعني ربما انظر اليها من مساله زاويه اخرى هو قال حصر السلاح بيد الدوله واخراجه من يد بعض الـ الـ يعني الـ القوى خارج القانون م. وكما قلت كما اسلفت يعني لا يوجد شيء اسمه خارج القانون يعني لو تسعين اي عراقي الان مشكلته مع الميليشيات مع الحشد الميليشيات التابعه للاحزاب التي يعرفها منذ سنوات نعم. مع الحشد والحشد كما قلت وهذه الميليشيات هي تمشي تحت ظل القانون قانونهم ها؟ وبالتالي لا يوجد هذا الشيء اللي يتحدث عنه يعني هو من يقصد انا لا اعلم لانه لا يوجد شيء اسمه متفلتين او منفلتين او خارجين وحتى اعتراف هذا لو كان هناك اعتراف بالموضوع هذا لا يعني شيء لان الموضوع لا يتعلق بهؤلاء المتفلتين اللي ربما هو يعني في تقديره بضعه اشخاص او بضعه افراد لكن لا الموضوع يتعلق بالميليشيات والحشد الذي تدير ايران وعلى ارتباط تام بالحرس الثوري وبالتالي هو لم ياتي الى هذه المشكله قطعا ولم يتحدث كذلك عن العقاب والمحاسبة القانونية لمن ارتكب هذه الجرائم أيا كان لا يستطيع لا ليست عنده جرأة أن يتكلم عن هذا الموضوع هذا الموضوع أكبر منه لأنه غاية ما يمكن أن يعج به هو أو غيره تشكيل لجان تحقيقية على طريقة اللجنة التحقيقية الأولى التي رأينا أنها برأت القتلة وساهمت يعني يعني ساهمت في سفك دماء عندنا غدا الموجه الثالثه من التظاهرات من الانتفاضه وربما الله اعلم كم عدد القتلى الذين سيسقطون شهداء غدا أه، تحدث برهم صالح عن العديد من النقاط تخص الامن لكنه لم يشر ان كان هنالك نسبه الى وكاله اسوشيتد برس تحدثت عن اجتماع تراسه قاسم سليماني مع المسؤولين الامنيين في العراق كيف كيف تقرا هذا هذا التناقض في الحدثين امنيا؟ يعني هذا سؤال مهم جدا هو اشار الى قضيه مهمه انه عدم اقاله او استقاله عادل عبد المهدي حتى لا يكون هناك فراغ دستوري، مره ثانيه نرجع للدستور، هل يقبل الدستور ان ياتي قائد الحرس الايراني ويراس اجتماع لاجهزه الامن في العراق بدون حضور رئيس الوزراء؟ يعني هذا هو الدستور؟ هذا يخالف الدستور اذا كان هم يحتكمون للدستور، وبالتالي نحن نتكلم عن عبث، حقيقه عبث، ومن هنا ندرك، من هنا نعلم مدى جديه وصوابيه مطالب المنتفضين في الساحات الان من اسقاط النظام، لان هذا النظام لا خير فيه، لا فائده فيه، لا يرجى منه اي خير، هم عصابه متواطئه مع بعضهم، والا قضيه قاسم سليماني يعني ليس مهما وجود قاسم سليماني في العراق لانه يذهب ويعني بيته بيته يعني حديقه الخلفيه لا بس هذا هذا نعلمه ونعرفه ولكن ان يحضر ب ب يعني وسط دهشه القاده الامنيين ليراس اجتماع بدون حضور رئيس الوزراء القائد العام كما يسمى القائد العام القوات المسلحه ها هل هذا ينص عليه الدستور؟ هذا الذي يتحدث اليوم عن الفراغ الدستوري ويعلل به عدم انصراف رئيس ما يسمى رئيس الوزراء هذا هو الدستور يأتي شخص أجنبي من خارج البلاد لكي يجتمع بالقادة الأمنيين ويوجههم لقتل الناس يعني يعني okay. يفسر دكتور غياب عادل عبد المهدي عن هذا الاجتماع، هل يدل هذا على وجود انشقاقات معينه او عدم توافق على الخطط الامنيه التي تعاملوا فيها مع المتظاهرين؟ يعني هذه وتلك، يعني هو ربما لا يملك من الامر شيء، هناك اخبار كثيره، تسريبات كثيره تقول ان عادل عبد المهدي يعني يعني ترتكب باسم اشياء كثيره، نحن نعلم قبل هذه الثوره، قبل هذه الانتفاضه ان عادل عبد المهدي من اضعف رؤساء الحكومات التي قامت في هذا النظام هو ضعيف جدا هو جاء يعني هو هو اتوا به لكي يكون ستارا وانا قلت مره من المرات انه هو ليس رئيس وزراء هو مدير مكتب تنسيق العصابه الحاكمه، يعني هذا يذهب وهذا ياتي وهذا ياخذ وهذا يسرق وهذا يقتل، هو يغطي على هذا كله، هو يفعل ما تريده من عند ايران وما تريده الى حد اقل الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي هو لا يملك من الامر شيء، اذا ذهب قاسم سليماني او جاء هو لا يعلم، هو لا يعلم اصلا من ياتي ومن يذهب، هو مجرد يعني ديكور موضوع لكي تقوم ايران والولايات المتحده بما يقومان به في العراق. كيف تتوقع ان تكون رده فعل المتظاهرين والشارع العراقي المنتفض في عدد من المحافظات وفي بغداد بعد هذا الخطاب الذي كان ربما لا يتطابق مع نصوص المطالب المشروعه للمتظاهرين؟ اعتقد انه رده الفعل واضحه، رايناها حتى قبل الخطاب. رأيناها قبل الخطاب ونراها الآن يعني كانت هناك مظاهر هتافات وهناك إحباط كثير كبير جدا لكن السؤال الجواب الحقيقي على هذا السؤال هو أنه هل ينتظر هؤلاء الثوار شيء من برهم صالح؟ لا ينتظرون شيء هو أصلا حتى من ناحية الدستورية كما يسمى الكلام هكذا يقال ها هو حتى دستوريا لا يحل ولا يربط ليس له شيء هو بروتوكولي يعني هو ليس هناك شيء وبالتالي لا ينتظر منه شيء ولا يتوقعون منه شيء ولكن هم يعلمون جيدا أين تقع مراكز القوة وعندما هم أشروا إلى قضية إسقاط النظام برمته وإنهاء وجود هذا النظام لأن النظام فيه الخلل في النظام ليس في الأشخاص في الحكومة أو في الحكومة نعم في الحكومة يعني هناك مشكلة داخل الولايات المتحدة الأمريكية غير عابثة تعلم جيدا ماذا تفعل عندما أتت بنظام العملية السياسية هذا المفصل بشكل وبقياس دقيق هذا أتى عبر دراسات مراكز أبحاث طويلة هذا ليس من تخطيط القادة العسكريين الأمريكان الذين أتوا أو بريمر حتى هذا نظام مقصود به أن يكون معول هدم للعراق والعراقيين وتدمير البنية العراقية نشكرك جزيل الشكر الدكتور فالح خطاب الكاتب والباحث السياسي كنت حاضرا معنا في جولة العراق اليوم الإخبارية